بعد توليك بفترة خرجت مليونيات حاشدة في ميدان التحرير والميادين الأخرى تهتف الشعب يريد إسقاط الرئيس. إيه تصرفك يا دكتور محمد وإيه قرارك؟ أنا أرى أن هذا لن يحدث، لأن الرئيس إن كنت أنا سيتصرف طبقا لإرادة الشعب، وإذا وقع فأنا أول من ينزل على إرادة الشعب حينئذ. الرئيس هو أنت، وهذا ما حدث اليوم في ميدان التحرير وميادين أكتر من كذا محافظة في جمهورية مصر النهاردة. سيادة الرئيس، ده كلامك قبل الانتخابات. سيادة الرئيس، ده اللي حادث النهاردة وحاصل النهاردة في كل ميادين مصر. كلهم طلعوا وقالوا إن الشعب، الثورة ليها شعب يحميها. رأيك إيه وتعليقك إيه وهيكون تصرفك إيه على الكلام ده؟ أعزائي المشاهدين، اسمحوا لنا إن احنا نكون حلقتنا النهاردة حلقة خاصة من برنامج بالمنطق، مش في الميعاد اللي حضراتكم متعودين عليه، بس نظرا لان القناه بتغطي من الصبح من الساعه 4 الفجر تقريبا الاحداث اللي موجوده في ميدان التحرير، واللي بيغطيها كاميرات قناه الفضاء القبطيه ومراسلينا في مصر. هنكمل مع حضراتكم ونتواصل مع بعض ونشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي في مصر. هنحاول نوصل لمراسلينا هناك ونشوف ايه اخر التطورات. في بداية الحلقة اسمحوا لي طبعا ان انا ارحب بالشريك الدائم الدكتور شريف منصور، وهو في غير مكانه النهاردة وهو بيكلمنا وهو سايق، لكن حابة طبعا نشارك معانا وكلنا نشوف مصر ممكن يحصل فيها ايه ونقدر نطرح كل الامور امام حضراتكم النهاردة. مساء الخير يا شريف، واهلا بيك في البرنامج. مساء الخير يا شيرين، واحييكم على التغطيه الصحفيه الرائعه للاحداث المحزنه اللي بتمر بيها مصر. النهارده الحقيقه يعني من اكثر ايام اللي حسيت فيها ان الشعب المصري متحضر وقادر على انه يتصدى للديكتاتوريه الاسلاميه أو الدكتاتورية المتأثمة المتأخونة التي وضحت تماما لكل العالم وليس لمصر فقط في تصرفات من يدعي أنه رئيسا لكل المصريين، وحتى أحد الأشخاص الذين كانوا يريدون أن يرشحون نفسهم لرئاسة الجمهورية. النهارده خرج الشيخ حازم ابو اسماعيل علشان يسب مفكرين مصر وفنانين مصر وشباب مصر، ويقول ان اللي في ميدان التحرير واللي بيتظاهروا النهارده هم العاهرات والقواجين والى اخره من هذا الكلام الفارغ، في تويت عمله من حوالي ساعتين. للاسف ان النهارده انا يعني بنادي وبطلب من كل رجال القضاء انهم يتمسكوا بشرعيتهم ويتمسكوا بانهم يكونوا الصمام الامن والمحافظين على مدنية الدولة وعلى حضارة الدولة المصرية. انا معايا الحقيقة زميل وصديق الدكتور طارق مالطي، وهو الحقيقه من اكثر الناس المتابعين لموقف الاخوان المسلمين والمحللين المتعمقين في الموقف معانا في مصر وفي الاحداث. انا برحب بالدكتور طارق مالطي معانا، بقول له اهلا وسهلا معاك، ويا ترى نسمع منك بعد اذنك يا شيرين. اتفضل، اهلا بيك. طبعا رأيه بسرعة في الموقف اللي حاصل دلوقتي، وأنا أعتقد أنه عنده رسالة بيوجهها لرئيس المحكمة الدستورية نسمعها منه. اتفضل يا فندم. أهلا يا شيرين. أهلا بيك يا دكتور، اتفضل يا فندم. بصراحة يعني الموقف محزن جدا، وإحنا بنطالب دلوقتي كأننا مصريين في المهجر، ان احنا بنطالب المستشار ماهر البحيري
رئيس محكمة الدستورية العليا ان هو يقوم بواجبه الشرعي ويتحمل مسؤوليته وينصب نفسه رئيسا للبلاد خلفا للدكتور محمد مرسي، لانه خلاص الشعب مش عايزه. في حرب اهليه حاليا في كل محافظات مصر تقريبا، في جرحى وفي عشرات منهم في حاله خطر في بورسعيد والمحله والاسكندريه. هو الوضع في المحله كمان شائك قوي يا دكتور لحد وقت قريب. يعني بصراحه البلد فوق قوه البركان وما نعرفش ربنا يستر. ف ده اللي انا عايز اقوله دلوقتي، ان رئيس المحكمه الدستوريه ومعاه طبعا القضاه خلفه وواقفين موقف شجاع جدا، وياخدوا الخطوه دي عشان البلد تهدى شويه. ليه؟ خلاص يعني هو دلوقتي الراجل محمد مرسي ده فقد شرعيته كرئيس البلاد. انا بضم صورتي الحقيقه لدكتور طارق. هذا الشخص لم يتعمد مره واحده انه يخالف او يحلف البان اللي حلفوا للمحافظه على مدنيه الدوله امام المحكمه الدستوريه. هذا الرجل مع بكل وضوح راجل اولا لا يصلح ان يكون رئيسا لمصر. مصر اكبر منه بكتير، ومصر اكبر منه من جماعه الاخوان المسلمين واكبر السلفيين. مصر عمرها ما هتكون رهينه لجماعه ارهابيه، جماعه لا تعرف الا الارهاب. ويكفي ان امبارح المستشار الاعلامي لجماعه الاخوان المسلمين او لحزب الحريه والعداله، وهو لا حريه ولا عداله، ان يقول ان الاعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي هو لكي يحمي الرئيس محمد مرسي اللجنه الدستوريه وقرارات اللجنه الدستوريه او المشروع الدستوري او المسوده، حتى تستطيع ان تماثلها دون ان تعترض عليها القضاء او يعترض عليها اي فرد ويذهب الى القضاء لكي يعترض عليها، واي اي محكمه تقدر انها توقف هذه اللجنه الدستوريه. وكانه يقول ان الدكتور محمد مرسي بهذا التصرف كانه يقول انني ساقف قبل مصر غدا، وان قانون العقوبه القتل سيتوقف الى ان اتخلص من هذا القتل وهذه الجريمه. فهذا الاخوان المسلمين ورأي السلفيين، القرار الدستوري او الاعلان الدستوري ما هو الا تقويض للقانون لكي يغتابوا مصر ويقتلوا مصر. فهل هذا هي مصر اللي احنا عايزينها؟ وهي طلعت النهارده يا يوسف يا شريف بالشكل اللي احنا شايفينه، ان مش بس كنا متخيلين ان هما الاخوان المسلمين اللي هيقدروا يحشدوا نفسهم، بل بالعكس، وده ظهر العكس النهارده، ان هما ما قدروش يعملوا ده وتحججوا بانهم حقنا للدماء. وشفنا اطياف كتيره جدا جدا موجوده في ميدان التحرير وفي جميع الميادين تقريبا في جميع المحافظات، ويعني في ناس ما كناش نتوقع انهم ينزلوا، لكن نزلوا علشان يثبتوا ان هما دول المصريين الفعليين وهم دول المصريين. حضرتك خدت بالك ان الممثلات والفنانات والفنانين نزلوا ميدان التحرير ولن يتعدى عليهم احد، لان بلطجيه الاخوان المسلمين هم اللي بيتعدوا على البنات وهم اللي بيتعدوا على الناس. ده حقيقي يا شريف. استاذنك ناخد مداخله ونكمل كلامنا. ايوه اتفضل. معنا الفنان نزيه. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الله يخليك. معك الفنان نزيه شيرين. اهلا بيك. الله يبارك حياتك. اولا انا هعقب على حاجه مهمه جدا. فضل. بالنسبه للوضع الاصابات اللي موجوده في المحله الكبرى حاليا وصلت 300
375 من ساعة زمن كانت 329، حاليا بقت 375. عدد الإصابات بالخرطوش من أسلحة الإخوان المسلمين، شهود عيان المصور، شهود عيان عن الإخوان المسلمين هم اللي بيستخدموا الأسلحة وبتضرب بالخرطوش، وصل إلى 135 حالات صعبة جدا، الخرطوش في الصدر وفي الرأس وفي العين، ده موجودين حاليا ما بين مستشفيات الخاصة للمستشفى العام بتاعت المحلة الكبرى، وما بين بعض المرضى اللي وصلوا إلى مستشفى طنطا. دي نقطة. النقطة الثانية والمهمة عن لسان عبد الحليم أنديل الصحفي مع إبراهيم عيسى، أعلن أن المجلس القضائي الأعلى كان مجتمعا مع طلعت إبراهيم المستشار العام النائب العام وطلب منه يتقدم استقالته، فرفض، فقدوا له مهلة لمدة 24 ساعة، إن لم يقدم استقالته سيتم إقالته رسميا من القضاء. ودي آخر خبر وصل حاليا من عبد الحليم أنديل مع إبراهيم عيسى. شكرا لك. أتمنى أن شعب مصر يصر ويستمر على هذا النهج حتى أن يصل لحريته من هؤلاء الإخوان. أمين أمين. شكرا ليك يا فنان نزيه. شكرا. شكرا على مداخلتك. بأكد على حضراتكم أعزائي المشاهدين تليفوناتنا مفتوحة، وفي تليفون لمصر دلوقتي 010-691-07-72. بكرر التليفون مرة تانية، تليفونات مصر مفتوحة، التليفون اللي ممكن تقدروا تكلمونا عليه دلوقتي 010-691-07-72. بنرحب بمداخلاتكم ورسائلكم الموجهه للشعب مصر ورئيس مصر. اتفضل يا شريف نكمل كلامنا. احنا كنا الحقيقه بنتكلم على ان ثوره 25 يناير عدد المتظاهرين في ميدان التحرير لم يصل الى نصف عدد المتظاهرين في ميدان التحرير بمدينة مصر النهارده. وهذا يعني إذا كان محمد مرسي بيقول إن ده كان، أو الإخوان المسلمين بيقولوا إن ده كان سبب يكفي لرحيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فهو بالأحرى سبب أن يرحل محمد مرسي من الرئاسة فورا، لأن لم يعد له شرعية في هذا المكان، لأن هذا الرجل عن عمد قصد أن يقسم مصر. وقسم مصر والصراحة يعني هو لم يقسم مصر 50% و50% كما يدعي الإخوان المسلمين، ولكن الحقيقة هم لن يتعدى عددهم أكثر من 10%. وإنما أطالب براك حسين أوباما كما وقف وقال لحسني مبارك عليك أن ترحل، هذا الشعب لا يريدك، عليه أن يقول له هذا اليوم كما قال لمحمد حسني مبارك. ويكفي المصريين من تدخل الإدارة الأمريكية في إدارة شؤون مصر، وإنني بطلب من رئيس المحكمة الدستورية كما طلب صديقي وأخي الدكتور طارق أن تولى مسؤوليته الدستورية التي ينص عليها الدستور السابق والذي لم يلغى ولن يلغى، لأن كل القرارات التي صدرت كلها قرارات معيوبة، وإن وقفت أمام قضاء سيكون مصيرها صفيحة القمامة. وعلى رئيس المحكمة الدستورية ومستشارين المحكمة الدستورية أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية أمام هذا الوطن، وأن يعلنوا فورا عزل محمد مرسي كرئيس للجمهورية. وده مطلب، لان خلاص محمد مرسي فاهم ان هو هيقدر ان هو يتفاوض على انه يملك السلطة. هو فقد السلطة اكثر من مرة، وفقد السلطة، وبل كان من المفروض ان يحكم عليه بالسجن لانه تعدى على السلطة القضائية في مصر. ولكن من يحاسبه اليوم
هو الذي حاول ان يطعنه بالقلب، وفعلا لا يجب ان يستقيل المدعي العام الغير شرعي المعين من محمد مرسي، بل على محمد مرسي نفسه ان يستقيل او يبطل خلال 48 ساعة. لا هو يستقيل صعب شوية شريف، لان هو حاط رجله مش هتتشال بسهولة. يعني سمعت تعليقات كتير قوي من الناس اللي موجودة في التحرير، وهم عارفين كويس قوي ان المهمة صعبة مش سهلة، لان رئيس مرسي زي ما بيقولوا مش هيخرج غير بالدم. يعني احنا في بعض البعض بيقارن دلوقتي ما بين الفترة دي من وقت الثورة، وهي شبيهة كتير على فكرة لوقت فترة الثوار على مبارك. كنا شفنا نفس المشهد، وشفنا حسني مبارك كان رد فعله ايه، وطلع اتكلم مع الشعب كله مش مع عشيرته واهله بس، وكلم الشعب كله وتنازل لما لقى ان البلد هتضيع، بس يعني حذر. لكن يا استاذه شيرين يا استاذه شيرين اتفضل يا فندم. اول امبارح احد الاخوان الخونه من المستشارين الكثيرين للمرشد والسيد محمد مرسي قال ان السيد محمد مرسي اكثر تقوى من حسني مبارك، ولا يجب اطلاقا ان نهين الرئيس وان نقول له انه مثل حسني مبارك. والله النهارده لو في واحد مصري يقدر يقول لي ان محمد مرسي احسن من محمد حسني مبارك تبقى منافق كذاب. الناس فهمت. محمد حسني مبارك اقصى مصر وشعب مصر. انا ماليش في الحواديت. الناس فهمت فعلا الناس فهمت يا شريف. هستأذنك ناخد معانا التليفون الاستاذ مرجان ونقدر ونكمل كلامنا. الو مساء الخير استاذ مرجان. ازيك يا استاذ شيرين؟ اهلا بيك يا استاذ مرجان. اهلا استاذ مرجان، اتفضل يا فندم. السلام للدكاتره واللي معاك وكل ضيوفك الكرام. معلش انا ماليش ان انا اتكلم في حاجات، انا عندي كلمه عايز اقولها للثوار. اتفضل. لازم كل بني ادم يطلع دلوقتي يبعت رساله لكل الشرفاء اللي واقفين في كل ميدان، في التحرير، في اسكندريه، في السويس، نطلع ونقف معاهم ونقول لهم اخواتكم معاكم في امريكا عن طريق كوبتك سات. وانا عايز ابلغهم رساله بقول يلا يلا يا ثوار، يلا يلا يا ثوار، اوعوا تمشي يا ثوار، قولوا لا للجبار، قولوا لا للجبار، ارحل ارحل، مش عايزين كفار. مصر مش ترابيزة يا مرسي، مصر مش ترابيزة يا مرسي، تلعب عليها الأمور. يلا يلا يا ثوار، يلا يلا يا ثوار، حكمك عمره ما كان قانوني، حكمك عمره ما كان قانوني، جد بالتذليل يا دي العار، جد بالتذليل يا دي العار، يلا يلا يا ثوار، يلا يلا يا ثوار. شكرا يا أختي، وأنا معاك لو محتاجاني على الهوا، ما نستغناش عنك. شكرا ليك يا استاذ مرجان، الف شكر، بشكرك على مداخلتك، وبنضم صوتنا لصوت حضرتك، وبنتمنى من قلوبنا ان الثوره دي يعني يكون ليها صدى ونجاح، يعني يكفي الشعب ده شاف كتير قوي قوي، وحرام بجد اللي بيحصل معاه ده. معانا مداخله تانية. الو مساء الخير، اهلا يا فندم. ايوه معلش استاذنك، واطي التلفزيون واسمعيني من التليفون بعد اذنك. ايوه اتفضلي. انا عايزه اقول انا على الهوا. ايوه يا فندم حضرتك على الهوا، اتفضلي. اوكي ويل انا كنت عايزه اقول انه جميل جدا ان يبان ان كل يعني يظهر الشعب بمشيئته، لكن لازم نلاحظ انه حسني مبارك لما في 25 يناير لما استقال ما استقالش بارادته، كان في ضغوط عليه من الخارج واحنا عارفين مين، وضغوط عليه من الداخل من الجيش، حتى انه كان يقال او يذاع ان كان في انقلاب عسكري، لكن كان في ضغوط. اللي انا عايز اقوله ان محمد مرسي قاعد بيتفرج على ميدان التحرير وشمتان، لانه حاسس ان هو محدش هيزعزعه من مكان، لانه هو مش هينزل من مكانه زي ما حضرتك قلتي. فالحاله الوحيده ان نقدر بيها نزحزح هذا الدكتاتور ان لازم يبقى فيه قوى المعارضه كلها تتحد مع بعض ويتعمل انقلاب، يروحوا اذاعه التلفزيون
ويعلنوا ان خلاص مرسي لم يعد رئيسا للبلاد، وتنقلب الجيش طبعا تبع الاخوان، لكن في ضباط احرار جوه الجيش مش عاجبهم اللي بيحصل، هم مصريين زي ما انت مصريه وحضرتك مصريه. وبعدين القوات احمد شفيق بيتكلم في حته، وحمدين الصباحي بيتكلم في حته، كل دول يتجمعوا ويعملوا مجلس واحد وقوه واحده. هو ده بيتم فعلا يا فندم، هو ده بيتم فعلا في الوقت الحالي، وابتدوا يتجمعوا مع بعض وابتدوا يرشحوا شخص معين انه يتكلم عنهم، فده ابتدى فعلا يبان في الفترة الأخرانية. يا ريت يعني هو رجوع الفريق احمد شفيق هو عملية صعبة جدا نظرا للملابسات اللي هي حوالين الحالة بتاعته، بس هو يعني بيتكلم وقلبه مع مصر طبعا، هو طبعا كتر خيره وما قدرش يعمل اكتر من كده، لان كلنا عارفين انه لو نزل مصر هيحصل معاه ايه. وطبعا ده خساره لمصر كبيره قوي لو هو نزل، لان احنا خايفين امل كده. وبعد لا هو محفوظ هناك يعني. ايوه انا مش عايزه اخد وقت كبير من البرنامج ابدا، بالعكس انا سعيده بمداخله حضرتك، ويشرفني طبعا لو اسمع اكتر، لو في اي حاجه حضرتك عايزه تضيفيها تحت امرك. انا اتمنى ان يبقى في خطه في اتجاه موحد زي ما حضرتك بتقولي، واتمنى ان يحدث هذا سريعا جدا. وطبعا كلنا بنصلي ان محمد مرسي ده يعني يسيبنا في حالنا، ومصر تعيش وتتنفس، انه خلق البلد كلها. واللي صعبان عليا اكثر الناس اللي اعتقلوهم، والاطفال دول اطفال وشبان اعتقلوهم جوه، والله اعلم بيعملوا فيهم ايه. ده غير يعني بصراحه يعني على راي احمد شفيق، لما الفريق احمد شفيق لما بيقول ان هم خرجوا المساجين ودخلوا الشرفاء للسجون. ده حقيقي. طيب هو طبعا النهارده احمد شفيق يعني حتى رجوعه او عدمه لا يعني لا ينفي المسؤوليه على عن رئيس المحكمه الدستوريه. قانونا ودستوريا رئيس المحكمة الدستورية هو المسؤول الآن أمام الشعب حسب الدستور قبل المعدل وقبل ثورة 25، هو المفروض أنه هو اللي يكون رأس هذا النظام اليوم، ويعاونه المجلس المحكمة الدستورية ومستشارين المحكمة الدستورية. وإذا كنا عايزين دولة قانون ودولة دولة مدنية، فليتقلد القضاة الشرفاء الذين أثبتوا بالفعل أن مصر بخير بسبب القضاة. وإنني يعني أوجه ندائي إلى كل الشعب المصري أن يوجه نداءً معي، وأن نصرخ إلى الله أن يقدم المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الدستورية والمستشارين والقضاة على أن يتقلدوا مسؤوليتهم أمام الله وأمام الشعب للحفاظ على هذا الكيان، وعلى الوزارات المعنية الإصغاء تماما من أولهم لآخرهم للمحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الدستورية. وبكده مصر تنقذ من المخطط الإرهابي الإخواني لبحور الدم التي لن يستفيد منها إلا الأشرار والشر. ويكفي أنهم هم السبب لأول مرة تراق على أرض مصر دماء المصريين بإيد مصريين. هم السبب لأول مرة. شريف هستأذنك، يعني لو الدكتور طارق مالطي لو يقدر يكلمنا عن فكر الإخوان المسلمين، ويعني الهدف من الإعلان الدستوري في الوقت ده، يعني لو يقدر يعلق لنا على الموضوع ده. والله يا مدام شريف اتفضل. فهم يعني أعضاء مصر الأساس بقوا مؤسسات وبقوا وزراء وبقوا رؤساء شركات، وبيحاولوا يمسكوا الاقتصاد في مصر. فطبعا الشركة
المصري مش كتير يعني ولا جه، او الشعب المصري صبور بيستحمل حاجه معينه. وبعدين زي ما شفت النهارده حضرتك كله طلع ومش يعني اللي بيطالب ان هو اللي بيقول مكتب يعني. يا دكتور طارق هل يعني حاجه خلينا نفكر شويه، هل المستشارين، فريق المستشارين اللي حوالين الرئيس مرسي ما فيهمش حد فكر في ان الاعلان الدستوري ده لما هينزل هيعمل ثوره زي اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ لا، هو اصلا الاعلان الدستوري ده المستشارين ليه 4 مساعدين و17 مستشار، كلهم قالوا ان هم شافوا الاعلان الدستوري في التلفزيون زينا بالظبط. يعني اعتقد ان دول، معلش يا دكتور طارق، اعتقد ان دول مش اللي هم غير الاخوان المسلمين. دول اللي هم يعني دول اصلا ما لهمش دعوه بالاعلان الدستوري خالص. بالظبط. يعني الاعلان الدستوري جاي من مكتب الارشاد. فمكتب الارشاد هو اللي امر محمد مرسي ان هو يعلن. وطبعا وقعه بشر اعماله. واضح بلغة الرقيقة، يعني لغة الإعلان الدستوري مش لغة كاتبها قانوني أو كاتبها شخص محترف. ده اللغة اللي مكتوب فيها الإعلان الدستوري، يعني بجد ممكن تقعدي على أي قهوة في ميدان العتبة ب10 جنيه واحد يكتب لك إعلان دستوري أنظف منه في اللغة وفي القوانين اللي مكتوبة فيه. يعني يدل إن هذا الموضوع يعني كان اعتقد انه كان ارتجالي وصدر في غفله من الزمن لسبب ما. ما هو السبب؟ هنكتشف وهنعرف. طب هل تعتقد ومفيش حاجه بتتخفى؟ هل تعتقد يا دكتور شريف، هل النائب العام السابق، معلش خلينا نقول عليه دلوقتي سابق بحكم الوضع الراهن، بعد انه لما تمت اقالته ورجع تاني وكان واضح جدا انه سانن سنانه على الاخوان المسلمين وابتدى هيفتح ملفات تخصهم ومن ضمنهم التجسس والتصنت على التليفونات وغيره وغيره، هل تعتقد ان ده يعني كان الهدف الاول ولا في هدف مخفي احنا مش عارفينه؟ دي احد الاسباب. هو طبعا انت لو خدتي بالك، انت فتحتي موضوع انا كنا اتكلمنا فيه في حلقه من الحلقات الماضيه لما جه المدعي العام بعت للرئاسه وقال لهم هو عصام العريان بيتكلم باسم الرئاسه، هل هو عصام العريان يعمل بالرئاسه؟ واحنا ما عندناش فكره كيف تقوم الرئاسه بتسجيل المكالمات للمواطنين دون قرار من المحكمة؟ كيف يعتدى على حريات المواطنين ايا كانوا عندما يتصلون بالرئاسة؟ وكانت هذه من احد الامور التي وضح فيها ان المستشار محمد عبد الجيد لم يكن يتقيد اخطاء، ولكن كان واضح جدا الانفصال التام والكامل بين مؤسسة الرئاسة وبين القضاء. يعني انا النهارده حتى قبل ما ان انا اتخذ اي قرار بمثل هذه الخطورة او مثل هذه الكثارة وانني لا التفت الى اي من القضاء او المستشارين او ان انا احاول ان انا اعرف ما هي رد الفعل التي ستكون رد فعل لهذا القرار الدستوري او هذا الاعلان الدستوري المعيب اساسا، لان جهه الاصدار لا تستطيع ان تصدره، لان جهه الاصدار اساسا اخلت وهو الرئيس محمد مرسي اخل باليمين التي حلفوا للحفاظ على القوانين والحفاظ على المحكمه. ما هو هيصوم 3 ايام يا دكتور شريف. لا، يصوم 3 ايام، يصوم 300 يوم، ده ما يكفيهوش عمره كله، مش هيكفيه عمره كله. القانون ما فيهوش صيام. القانون ما فيهوش صيام. استاذنك. يعني انا اقتل القتيل واروح اصوم 3 ايام. لا، مش هيكفيه العمر كله، صيام عمره كله. استاذنك ناخد مداخلاتنا ونكمل كلامنا. شريف معانا الاستاذ جوزيف. الو، مساء الخير وبنعتذر على الاطاله، معلش. الو؟ الو، مساء الخير. بعتذر عن الاطاله عليك يا استاذ جوزيف، بنعتذر. لا معلش، انا من قلبي، لانه
بطلب من الباري تعالى انه يصبر اهالي الشهداء في منطقه المحله والله يعني يطفي النار بنوره بالحكمه السماويه. أمين. وعلى طول لازم الشعب كله بمصر اطلبوا ملكوت الله وبره فكله يزداد لكم. يعني الحكام اللي اخذين مصر هم اجوا بالاحتيال. مرسي محكوم عليه بحاجات 1 2 3 هو مجرم يعني ومحطوط بالإقامة الجبرية أو بالسجن، يروح يحطوه فوق بالعالي بالرئاسة يعني مش معنى. والمكتوب يبان من عنوانه هو عم يبعث المقاتلين الأشرار على سوريا القاعدة وعم يقاتلوا. وصار حكينا من يومين صار نفس الشيء انه قتلوا شعبنا بالمحلة وقتلوه يعني اعتدوا عليهم. فاذا هذا شخص غير مرغوب فيه وبطلب من الارادة المصرية الجميلة انه لا تسمعوا لا تصدقوهم شو ما قالوا لكم واطلبوا محاكمة طنطاوي وعنان علنيا محاكمتهم على لانه هم اللي سرقوا الثورة وعملوها بالاحتيال. وهلا كمان نفس الشيء بدهم يعملوا مواعيد وعود ويسرقوا كمان الثوره الثانيه بقى. لا تسمعوا لهم يعني اولا البيك مرسي اجى بالتضليل والخداع وهو مش منتخب يعني لحتى نخبر العالم كلياتها بقى عم نحكي على عليه انه لازم يستقيل من وام هو من الاساس هذا الكرسي مش ليه يعني جاي بالاحتيال. فلازم تلاحقوهم وعلى طول فكروا انه لا تصدقوا بالوعود المزيفة منهم لانه عم بيعملوا بحلب عم يبعث مرسي مقاتلين من القاعدة ومن السلفيين وعم بيحطوا شعارات ابو سفيان وكذا يعني حيعملوا بمصر وعملوا يعني مو انه بس حكينا ويعني تنبأنا عن حالة الطقس شو عم يصير بحلب وهلا صار بمنطقة محلة يعني بقى اتبعوا يا شعب مصر كلياتكم ايد وحدة كلياتكم وطلبوا ملكوت الله وبره والله يبارككم ويباركك يا جوزيف. شكرا لك الف شكر. معنا الاستاذ يوسف. مساء الخير يا استاذ يوسف. اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. بحييكم على المشاركة الفعالة في الأحداث الجارية في مصر حاليا وبشكر حضرتك وبشكر أستاذ شريف على البرنامج اللطيف ده. لو سمحتوا لي بداية أنا عايز أقول إن الواضح تماما إن شرعية مرسي ما بقتش موجودة حاليا وهي في الأساس ما كانتش موجودة. يعني إحنا عارفين إن هو صعد المنصب ده هو وعشيرة بالكامل وحكموا البلد ما كانش بشكل شرعي اطلاقا. يعني ما حدش يقدر يقول ان ده كان شكل شرعي وعارفين طبعا الوسائل اللي استخدمت من الزيت والسكر وتسخير الدين والتزوير اللي حصل في الاوراق الانتخابات. فهو بالاساس الناس نفسها الشعب المصري نفسه عارف وزي ما قال الاستاذ ابراهيم عيسى ان الناس عاصر على نفسها لمونه عشان تقتله كرئيس. فهو اوريدي يعني لم يصعد الى هذا الكرسي بشرعيه. فكونه مستمر في هذه السياسه اللي هي سياسة العشيرة وان هو كل تركيزه على الاخوان المسلمين بفرعيها في مصر وفي حماس فده طبعا راجل ما يبقاش بتاعنا ده مش راجل دين. فانا بتمنى ان الناس تستمر في هدفها واخاف من حاجة واحدة بس ان مرسي طبعا هو مدعم الان بالقوات المسلحة والشرطة في صفه والولايات المتحدة بالتالي من الخارج في صفه ده اللي سنده وده اللي خليه سند ظهره على الحيطه كويس قوي. فاخاف ان هم يسحبوا الثوار لمنطقه رماديه كده هوت الناس توصل فيها اما للا حل ويبتدوا يفطروا وكل هذا التجمع يبتدي يتفكك وفي الحاله دي يرجع تاني لمكانه. واعتقد انه هيمثل في جثه مصر ابشع تمثيل هو والاخوان لان غريزه الانتقام دي جواهم يعني دي بطبيعتهم والدم ده شيء مستباح عندهم من ايام حسن البنا معروف الفصيل ده معروف يعني. فاتمنى ان يعني كل وسائل الاعلام تنبه الناس لهذا الخطر وهذا السرطان اللي جرى في جسم مصر وان احنا ربنا يكرمنا ونستشفى منه يعني بتمنى ذلك.
الملاحظه الثانيه اللي عايز اعلق عليها ان احنا شفنا ان الولايات المتحده مسز كلينتون واوباما حاج حسين اوباما بشكل مستمر بيعلنوا عن اعجابهم وانبهارهم الشديد بعبقريته وذكائه وحضوره والى اخره. نفس السيناريو ونفس الحدوته اللي بيلعبها الحكومه الامريكيه مع اي حاكم مصري عايزين منه حاجه. نفس العمم اللي كانوا بيفصلوها للسادات ووصلوه لدرجه ان هو اقتنع وصدق بنفسه ان هو اكثر ذكاء من اينشتاين. السادات كانوا بيقولوا له بص انت عدد صورك على نيوز ويك وعلى واشنطن بوست، شوف عدد صورك، ما انت صوره غلاف انت. وبعدين كارتر يقول له ده انت لو ترشحت في امريكا انت هتكسب الانتخابات مني اكتر مني. فبيبتدوا ينفخوا فيه علشان هم عايزين اللي هم عايزينه منه هو، لمجرد انه لعب الدور الوسيط بين حماس واسرائيل وهم بينفخوا فيه، مش لانه هو حاكم جيد لشعبه. فدي المشكله، ودي كمان بتديله التضخم في الذات. نرجو من الله انه قبل كل حاجه اتمنى من ربنا انه هو يمد ايده ويدخل مصر. في الحاله دي اعتقد ان كل شيء هيعود لمجاريه ومصر الحلوه هترجع والنيل هيرجع فرحان والشمس بتاعت مصر هتشرق من جديد بعد الغمامه السوداء ديت من هذا التخلف الاخواني اللي بيجرنا لورا، ونشوف بقى المستقبل ونبتدي نعمل لاولادنا بقى ويبقى في دوله علم فعلا ونبتدي نخش للعالم المتحضر والقرن ال21. ده اللي بتمناه من ربنا. بشكركم مره ثانيه. شكرا ليك يا استاذ. وبشكركم مره ثانيه على هذا البرنامج الجميل، وربنا معاكم عشان تكونوا استناره اكثر واكثر لكل المشاهدين. سلام لكم. بشكرك جدا جدا على مداخلتك يا استاذ يوسف، واضافه طبعا للبرنامج كلمات حضرتك، وبنضم صوتنا احنا كمان لصوتك وبنقول لاولادنا واخواتنا في التحرير خليكم صامدين وبلدكم امانه في رقبتكم، لان اللي بيحصل دلوقتي انتوا هتجنوا ثماره بعدين. معانا الاستاذ مرجان. اهلا بيك استاذ مرجان، اتفضل. اهلا بيك يا استاذه. انا صحيح كلمتك كلام، يعني كلامك كلام في الصميم، اللي مش هيقف هتشوفوا المر يومكم النهاردة وبكرة وبعده. يا مصريين يا شرفة انزلوا اقفوا لهذا، ده حكم استعماري تتهاري اخواني. anyway انا عندي كلمتين عايز اسأل العالم كله واسأله هو الحد. بقول له قول لي يا مرسي، قول لي يا مرسي مسكت ازاي، قول لي يا مرسي مسكت ازاي. فاكرها قهوة؟ فاكرها قهوة راح تستنى وتشرب شيخة؟ قول لي يا مرسي مسكت ازاي. اول زياراتك السعودية وبامر المرشد رايح جاي، بامر المرشد رايح جاي، قول لي يا مرسي مسكت ازاي. دي مصر يا مرسي، دي مصر يا مرسي، مش محتاجة طبلجي ولا محتاجة قهوجي ولا محتاجة مرشد زمار بينفخ في الناي. قول لي يا مرسي، قول لي يا مرسي مسكت ازاي. ناقص ايه يا مرسي، ناقص ايه يا حج؟ عمرك ابدا ما هتخلص من مرقص وبشاي. قول لي يا مرسي مسكت ازاي. جه اليوم اهو جالك وفضحتك اعدالك، جه اليوم اهو جالك وفضحتك اعدالك، والتاريخ بيكتب واهو سامع ندائي. قول لي يا مرسي مسكت ازاي، قول لي يا مرسي مسكت ازاي. شكرا. شكرا ليك يا استاذ مرجان. جميلة جدا 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 يا استاذ مرجان، الحقيقة بمنتهى الجمال. أنا بس كنت عايز أعلق على مداخلة الأستاذ يوسف بعد إذنك يا أستاذ شيرين بسرعة. طب اتفضل يا أستاذ، اتفضل يا أستاذ شريف اتفضل. ال 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 حتة إن البوليس الامن بيساند محمد مرسي او الجيش بيساند محمد مرسي ده غير صحيح اطلاقا. وانا بقولها يعني قدام العالم كله، الجيش المصري ورجال الشرطه المصريين اشرف من اشرف رجال الشرطه ورجال الجيش في العالم، ولا يقلون وطنيا عن القضاء اطلاقا. فارجوكم ارجوكم، ما انا يعني يسيئني جدا
ويسيء كل المصريين انهم يشوفوا ان ممكن ان احنا نتهم اخواتنا اللي ماتوا بيدافعوا عندنا وبيدافعوا عن تراب مصر انهم يتهموا بالخيانه. الجيش المصري لم يكن ولن يكن خائن. ان كان في بعض القوات الخونه او الجبنه زي طنطاوي وعدنان ده موضوع تاني، ولكن الجيش المصري كله من اوله لاخره والبوليس من اوله لاخره لا بيطيع الاخوان ولا عايز يسمع حاجه عنهم. وللعلم يعني لو كان البوليس عايز يتدخل كان تدخل ومفيش حاجه تمنعه، وحتى لو امرهم ان هم يتدخلوا مش هيطلقوا رصاصه واحده في اتجاه اي مصري في اي مكان، لا سواء كان اخوان ولا كان غير اخوان. الجيش المصري والبوليس المصري تماما لحمايه الممتلكات والارواح، والجيش المصري لحمايه تراب مصر مش لقتل المصريين. يعني هو الناس برضو خايفة يا شريف، وبرضو احنا ما نلومهمش. يعني الفترة اللي فاتت حسينا كلنا ان الاخوان ايديها في كل حتة. ده وهم يا استاذة شيرين. انا اتمنى ده وهم نتمنى انه يكون وهم. انا من قلبي اتمنى انه يكون وهم، ما تكونش حقيقة. دي تبقى مصيبة لو كان ايديهم وصلت للجيش والشرطة، ولو ان الشرطة أبداً. فيها شوي يعني. ابدا يعني هي الشرطة شوية مختلفة يا شريف. عارفة برضو قلة قليلة جدا، والضباط عارفينهم وعارفين التزارة بتاعتهم وعارفين زمايلهم، وهم هيكونوا أول الناس اللي هتقبض عليهم. إن صدر القرار من المحكمة الدستورية، رئيس المحكمة الدستورية وكل ضباط البوليس عارفين القانون كويس قوي ودارسينه كويس قوي، وعارفين ان رئيس المحكمة الدستورية هو الرئيس الشرعي المصري الان ولن يخالف القانون. ما هم خايفين من كده، هم خايفين من الناس اللي هي ماشية قانوني. هم عايزين شرعيتهم هم وقوانينهم هي يعني. كانوا مشيوا، كانوا قدروا يعملوها لكن مش هيقدروا يعملوها. ما تستهونوش بولاد مصر، أكيد لا. من ضباط الشرطة وضباط الجيش ما تستهونوش بيهم، وما تتخيلوش أبدا إن ممكن في واحد منهم حلف في يوم من الأيام اليمين إن هو يخدم مصر ويقدم حياته لمصر على إنه ممكن إن هو يخسر آخرته علشان يقف مع عصابة واضح جدا إنها ما يهمهاش غير إنها تقسم مصر. ده حقيقي. معانا مداخلة تانية، الفنان نزيه. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير يا شيرين. تاني نزيه اللي معاكي، الفنان نزيه اللي معاكي. انا اللي خليني اقول حاجه مهمه جدا للاستاذ شريف، الله يبارك في حياتك. انا بس كل اللي انا اقدر اقوله لك ان هناك فعلا من الاخوان في قلب الجيش وفي قلب الشرطه، ولكن انا بقول لضباط الاشراف الموجودين في الجيش هذا يومكم. النهارده الجيش لو ما وقفش مع الثوره دهية وينزل هذا الانسان الجرثومه اللي قاعد على كرسي الحكم لا يمكن هينزل بسهوله، ومعروف كل العالم عارفه ان مرسي والاخوان مش هينزلوا بسهوله، بدليل ان مصطفى حجازي النهارده بيقول ان احنا مش هنسيب الحكم بسهوله حتى لو فضل في مصر ال 12 مليون اللي هم الاخوان. ده معنى تهديد رسمي على مستوى مصر، وتهديد مباشر من صفوت حجازي اللي مأمور برضك من المرشد. الكلام اللي بيقوله صفوت حجازي ده مش مجرد كلام، بدليل ان الميليشيات بتاعت الاخوان في كل المحافظات، بدليل ان اللي ماسكين الخرطوش واللي بيضربوا المتظاهرين هم الاخوان، بدليل اللي ماتوا في محمد محمود في المسبيرو في 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 القصر العيني في العباسيه في المقطم في كل مكان في السويس في اسكندريه في كل مكان في مصر هم الاخوان اللي كانوا بيقتلوا من اول ما بدات
من اول ما بدات ثوره 25 يناير حتى الان هم اساسا اللي بيقتلوا عشان ينشروا الذعر في قلب شعب مصر وبحجه الطرف الثالث. الطرف الثالث مش هو اللي خرج المساجين من قلب السجون، مش هو اللي هرب المساجين حماس، مش هو اللي خرج مرسي والاخوان من السجن، مش هو اللي بعت الجهاديين على على سيناء، مش هو اللي عمل المخيمات لحماس في سيناء، مش هو الطرف الثالث، مش هم دول، مش ده طرف ثالث، ده مجرد مصطلح بيعلقوا عليه البلاوي اللي هم بيعملوها. هم الاخوان الطرف الثالث، ولا يمكن هيسيبوا الحكم بسهوله. كفايه ان احنا نسال سؤال مهم جدا، مرات مرسي رايحه لسيف الاسلام اللي مات، الطفل الاسلام اللي هو مات في البحيره في دمنهور، هي والشاطر راحوا ليه؟ راحوا ليه؟ لان دول من جنود الاخوان، من جنود الاخوان، لابد ناخد بالنا من النقطه دهية. ما راحتش ليه الست ام احمد لجابر؟ ما راحتش ليه؟ ده سؤال لازم العالم كله يبص ليه ويجاوب عليه. الشاطر ما راحش لجابر ليه؟ يعزي فيه. لازم نفهم كويس جدا ان ده تخطيط اخواني، تخطيط اخواني. مرسي ما الا عروسة في ايد المرشد يحركها زي ما هو عايز. شعب مصر اصمد يا شعب مصر، هذا يومك. لا يمكن تفكر في لحظة انك تسيب الميدان لهؤلاء الشرازمة، لهؤلاء الجراثيم السرطاني اللي بينخر زي السوس في شعب مصر. لابد انك تزيحه من على العرش. وشكرا يا استاذ شيرين. شكرا ليك فنان نزيه، الف شكر. لو ليك تعليق يا شريف اتفضل. أعزائي المشاهدين، معلش شريف تليفونه وقع منا، ممكن نحاول الاتصال بيه مرة تانية. زي ما شفنا أعزائي المشاهدين مداخلاتكم كلها بتتكلم على موضوع واحد، وهو إن لازم نفضل زي ما احنا على ثورتنا. الثورة لازم تكمل، لازم نحقق مطالبنا معاهم. الشعب لما نزل ميدان التحرير في 25 يناير كان ليه مطالب، ابتدت تعلى تعلى بسقف المطالب لحد ما وصل لانه اسقط نظام فاسد كان موجود في مصر لمده 30 سنه. والناس تخيلت ان الفتره اللي جايه هتكون افضل واحسن، والسنه دي هتقول كلمتها، لكن مع الاسف مع الاسف اتكرر تاني اللي كان بيحصل من الحزب الوطني، وبقى متمثل في حزب الإخوان المسلمين. رجعوا برضو يشتروا الأصوات، رجعوا برضو يشتروا الناس، وخلوا يعني تحقيق مطالبهم هي اللي في المقدمة، آخر حاجة يفكروا فيها مصالح الشعب والدولة. رجع لنا شريف مرة تانية. شريف سمعني كويس؟ أيوة سمعك كويس شيرين. طيب لو ليك أي تعليق على المداخلات اللي كانت موجودة معنا اتفضل شريف. هو الحقيقه يعني انا برجع تاني واقول ان شوفي، احنا ما نقدرش كقوه مدنيه تطالب دوله مدنيه واستقرار مصر، ما نقدرش ان احنا نتصرف او نطالب بما يتصرف به او كما يحلو للاخوان المسلمين. بمعنى انا مثلا من الناس ما اقدرش ان انا اطلب ان انا اوقف او اعطل العمل بالقانون واقول فرض الاحكام العرفيه، ومثلا ان رئيس المحكمه الدستوريه هو اللي يكون رئيس للدوله وخلافه، ونحط الاخوان المسلمين في السجن ونعمل فيهم اللي نعمله مش عارف ايه. ده يبقى مش دوله، دي مش دوله مدنيه. ولكن اذا ابتدعت الضروره وحاول ان الاخوان المسلمين ان هم يستخدموا العنف او يستخدموا نفس الطريقه اللي استخدموها في ثوره 25، وحاولوا انهم يتهموا النظام السابق بان هو الفلول، هم اللي كانوا بيطلعوا البلطجيه، وحاولوا ان هم يلتقوا تهمه اغتيال الثوار
بالبوليس كعامة، ولكن في الحقيقة هم لهم ضلع كبير جدا في هذا الموضوع من أول موقعة الجمل وإلى آخره. وكلما كانت هناك يعني هم حاولوا بشتى الطرق زعزعة حكم حسني مبارك بطريقة غير قانونية، فإحنا ما نقدرش إن إحنا نعمل زي ما هم عملوا، وما نقدرش إن إحنا نتصرف تصرف زي اللي هم بيتصرفوا فيه، وإلا نبقى زيهم. يعني والعياذ بالله أنا لا يمكن إن أنا أتخيل إن أنا أكون زي أي واحد فيهم يعني. لا ربنا ما يسمحش. أستاذينك بس يعني كنت عايزة دكتور طارق لو يقدر يعلالي على رأي الناس في ليه الإخوان المسلمين يعني أجلت المليونية بتاعتها النهاردة، هل زي ما قالوا ولا ليها يعني ليها خبايا تانية؟ يعني أنا يهمني أعرف من دكتور طارق تعليقه إيه. لا هم طبعا يا دكتورة شيرين الإخوان المسلمين دول أذكياء، يعني التنظيم بتاعهم بيحركهم. فهم قالوا حقنا للدماء، بس هم شافوا طبعا المدنيين العلمانيين والفنانين والأدباء وكل شعب مصر طالع في كل المدن، كان هم هيبقوا الخسرانين، بس هم حاولوا يقولوا الكلام ده وياخدوا المعذرة دي ونقول لهم مش نازلين، بس هم طبعا الناس فاض بيهم يعني. بس هل من واقع خبرتك يا دكتور طارق هل هم فعلا يقدروا يعملوا ده؟ هل يقدروا يحشدوا بالشكل يعني في مقابل اللي احنا شايفينه دلوقتي في ميدان التحرير؟ لا هم خلاص هم انكشفوا قدام الناس، يعني قالوا على مشروع النهضة وطلع على فشوش، يعني زي ما بيقول ابراهيم عيسى، يعني مشروع النهضة ده اللي عرفونا بيه في الانتخابات وقالوا ده هنغرقكوا خير والخير جاي لمصر. الناس البسطة اللي هم ما بيفهموش في أي حاجة، الناس البسطة خالص كانوا عايزين شغل وعايزين يتعلم، ولادهم تتعلم ولادهم تتعالج ويتلاقوا الأكل والشرب وأي حاجة أي شغل، ما تلاقوش الحاجات دي خالص. يعني الإخوان انكشفوا على حقيقتهم، لا في مشروع نهضة ولا في خير جاي لمصر على أيديهم ولا اي حاجه. هم كمان على نفسهم منقسمين يا دكتور طارق، يعني مش هم نفسهم مش عارفين هو يطلع ايه مشروع النهضه وهيتحقق في كام سنه. هم اصلا ما عندهمش حاجه اسمها نهضه، ده هم دلوقتي عشان بس كانوا ياخدوا الانتخابات. وفعلا ده اللي حصل، الناس قالوا خلاص هنصدقكم. وطبعا دي انا بعتبرها دي موضوع الاخوان ده ووصولهم للحكم ده شاربه خدناها كلنا وهتخلص، يعني دي مرحلة وهتخلص بإذن ربنا. إن شاء الله إن شاء الله. طيب شريف، لو يعني لو عايز أعرف رأيك، يعني هل أنت مع الناس اللي بتقول إن قريب قوي هيبقى في حرب أهلية، وهي الحرب الأهلية يعني كنا زمان فاكرينها إنها هتكون ما بين مسلمين ومسيحيين، لكن دلوقتي الناس متخيلة إنها هتكون ما بين الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي وما بين الناس المصريين العاديين، أنا مش هحددهم بطائفة معينة، بس دول المصريين العاديين اللي زيي وزيك وزي كل الناس. ما شوفي حضرتك، الاعتقاد الخاطئ إن هيكون حرب أهلية ما بين المسلمين والمسيحيين، ده اعتقاد خاطئ تماما. ليس لأي سبب، وإلا إنه لأن المسيحيين بقى لهم 1400 سنة في هذا الضغط وهذا الاضطهاد. ولكن تعالي نسأل السؤال، هل الاضطهاد والضغط ده كان سببه النظام ولا سببه خوف النظام من البلطجية الإخوان والسلفيين؟ إذا الواضح تماما النهاردة أن النظام هو اللي حفر لنفسه الحفرة دي، زائد الفساد اللي كان طبعا واضح ومستشري جدا في الحاشية اللي حوالين حسني مبارك. وانا اشكر ان انا قلت الكلمتين دول قبل كده وكتبتهم برضه في اكتر من موقف وقلتهم في اكتر في مكان. اذا كان حسني مبارك لا يستطيع ان يتحكم في الحاشية اللي حواليه فهو لا يصلح ان يكون حاكم، واذا كان يعلم بما يقوم به ولم يتصدى لهم فهو ايضا لا يصلح ان يكون حاكم. النهاردة اللي حصل ان الاخوان المسلمين كانوا يتعمدوا تخريب
يعني حضرتك لو ترجع كده بالذاكرة لكل مواقف الاعتداء على السياح والفنادق وكل الكلام اللي كان بيحصل لزعزعة السياحة في وقت من الأوقات، ده كان بفعل مين؟ ده كان بفعل الإخوان المسلمين عن طريق ان هم بيلعبوا الدمي اللي اسمهم السلفيين. السلف امير الجماعه بياخد برضه تعليماته لانه حلف اليمين في يوم من الايام للمرشد العام. فالسلسله متصله، السلسله متصله وواضحه جدا. بس ده يمينهم، يمينهم لا رجعة فيه، يعني ده يمين ما بيتمش الرجوع فيه خالص. ما يرجعوا فيه ما يرجعوش فيه، مصر أكبر بكتير جدا من يمين. يعني زي ما بيقولوا إيه، يعني اللي ياخد يمين أمام الله، اليمين ده بيبقى لله. هل يستطيع إنسان أن ياخد يمين أن يمشي في طريق الشيطان وسيسمع الله؟ الله ده ما بقاش حد ده صحيح. طيب نتكلم برضو يا شريف عن الحكومة. فين الحكومة في ظل الأوضاع الأخرانية دي؟ يعني مش طالع لها صوت خالص. هي أساسا في حكومة؟ يعني هي أساسا الحكومة عملت إيه من يوم ما مسكت الحكومة غير إنها بتحاول إنها تقول لك قد إيه نطهر الجهاز الحكومي؟ نطهر إيه؟ يعني هو كل من كان يعمل في الحكومة من غير الإخوان أصبح في يوم وليلة عدو لمحمد مرسي؟ هل يوم وليلة كل وكيل وزارة وكل مدير إدارة وكل حتى مساعد مدير ولا خبير ولا أي إنسان كان في مركز ما في يوم وليلة أصبح إنه عدو للإخوان المسلمين أو عدو للدولة؟ ده شيء يعني لا يتخيله عقل او عاقل. الاخوان المسلمين فقدوا تماما الفرصة الذهبية التي اتيحت لمحمد مرسي. محمد مرسي يعني في غفلة من الزمن انتخب رئيسا لاعظم دولة في الشرق الاوسط. ولقى نفسه امام كده يعني زي تورته عمره ما اتشافها. الراجل كان دماغه ضربت. يعني بالامانه اي واحد عاقل في موقف هذا الرجل يقرا الاعلان الدستوري صدر يوم الخميس يقراه مره واثنين وثلاثه ويقول لي اللي كاتبه ده طالب في الثانويه العامه فاشل في اللغه العربيه وفاشل في القانون. يعني طالب في كليه الحقوق سنة أولى كلية حقوق ما كتبش كلام الفارغ اللي هو مكتوب ده. أنا نفسي أعرف مين اللي كتبه. نفسي أعرف كده أسأل محمد مرسي قول لي مين كتب لك البيان الخيبان اللي أنت أصدرته ده؟ وبناء على إيه حشيت حبة البنود وحبة الأرقام الهبلة اللي كتبت في هذا الإعلان الدستوري؟ ده يعني بالأمانة ده وأنا كاتب محكمة يكتب في الإعلان الدستوري ده. ده سبة في وجه الرئاسة المصرية. ده بمنتهى الرقاقة ومنتهى الغباء انه بكل بساطة فضح تماما الاخوان المسلمين على انهم مبيتين النية على قصم مصر تماما، تقسيم مصر. هل ستتخيلوا ان احنا هنرضى بتقسيم مصر؟ بقولها لمحمد مرسي وكل اللي معاه والمرسي، لا ولا ولا ولا. مصر ليست قابلة للتقسيم ولن تقسم، ومصر ليست قابلة ان تنوص اكتر من كده. وكفاية علينا الثلاث اشهر والاربع اشهر اللي انت فيها رئيس للجمهورية. ده يعني امتى عمرك ولا انت ولا اي واحد في الاخوان المسلمين يحلم بيها. يعني هما وصلوا للكرسي يا شريف ونخشى، يعني كل ما نخشى ان هما يعني يسيبوه بصعوبة. ده كل الشعب المصري العاقل الواعي خايف ان الاخوان المسلمين يعني يفضلوا ماسكين في السلطه لاخر قطره في دمهم.
الناس دي مش سهلة، الناس دي فكرها دموي وعنيف، وده اللي ممكن قوي يحصل في الفترة اللي جاية. يعني هيدافعوا باستماتة عن الكيك اللي هم أخدوها كلها. الشريف سامعني؟ ايوه انا معاك يا شيرين. يعني هل انت معايا يا شريف ان الفتره اللي جايه دي هتكون فتره صعبه قوي على المصريين علشان يقدروا يوصلوا للي هم عايزينه، ولا هتكون وليكن هي فتره صعبه، ولكن المصريين مش خايفين من الاخوان المسلمين. المصريين خايفين على مصر، الاخوان المسلمين هم اللي خايفين على نفسهم، هم اللي بيحصنوا نفسهم، وبالتالي هم بيعادوا الشعب المصري اللي مش هتنزلوا. بس هل انت مع او ضد يا شريف اللي بيحصل بالنسبه لمقرات الاخوان المسلمين؟ يعني كل شويه يعني نسمع مقر من المقرات تم احراقه، تم تدميره. هل ده يعني منطقي؟ يعني احنا مش عايزين برضو نوصل للهمجيه دي، يعني مش معنى اعتراضنا عليهم ان احنا نكسر المقرات بتاعتهم او نحرقها. يعني ما تستبعديش ابدا ان هم اللي يكونوا بيعملوا كده. وارد. يعني ما تستبعديش ابدا ان هم بيعملوا كده بالظبط زي ما كانوا بيعملوا زمان، لما واحد يخش القسم يخبط دماغه في الحيطه ويقول لك الضابط ضربني. يعني الناس دي بمنتهى الوطي والدناوه انها تعمل اي شيء غير اخلاقي. يعني دي حاجه يعني بديهيه جدا. طب هم ما دافعوش ليه عن المقار بتاعتهم؟ ما عندهم بيقول لك رجاله زي الرز، وعندهم ميليشيات، وعندهم دايما ما عندهمش، بيكذبوا بيخوفوا الشعب المصري، دايما عندهم هم اللي حرقوا المقار بتاعتهم. يعني سؤال بيراودني يا شريف بصراحه دلوقتي، الرئيس مرسي بيفكر ازاي دلوقتي بعد ما شاف كل الناس دي في الشارع النهارده، ونزول وتجمع الشعب المصري المعتدل اللي هو ضد، اللي هو مش اخوان مسلمين، لان هو البلد مقسومه اتنين، اخوان مسلمين وغير كده. تفتكر هو بيفكر ازاي دلوقتي؟ احنا عندنا مثل بيقول لك ايه؟ the deer and the headlight. يعني ايه the deer and the headlight؟ بالليل لما الغزاله بتكون بتعدي الشارع السريع وتلاقي قدامها نور جاي في وشها بتلزق، ما فكرتش، بتقف مكانها. اهو بقى النهارده في هذه الحاله ما كانش متوقع ابدا 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 ان يقف، ان الشعب يتصدى له هذا التصدي. هم حاولوا ان هم يرهبوا الشعب واعدوا لهم ما استطعتوا ارهاب الشعب، بان الاخوان عندهم وعاملين وماسكين وشايلين وحاطين. ده الاخوان لا ماسكين ولا شايلين ولا حاطين، وهيتشالوا اسهل مما تتخيلوا. نتمنى ذلك، يعني لان هو حس ان هو اكبر حاجه في مصر، ومفيش حد فوق منه، ومفيش حد يراجعه. اي حاجه ممكن تضره او تضر مصالحه كان بيحاول انه يقطع ايديهم، وانهم ما يقدروش يعملوا ما يؤثر على مسيرته في الاستيلاء على كل شبر في مصر. هو فين بقى من اقتصاد البلد؟ يعني برضو اللي بيخوفنا، خلينا نكون واقعيين، البلد دلوقتي داخلة تقريبا في سنتين ثورة، مفيش أي حد واخد باله إن الاقتصاد بتاعها يعني بيتهاوى. الناس دي بعد كده مش هتلاقي تاكل، وهيبقى عنده ثورة تانية إذا فضل موجود، يعني هيبقى عنده ثورة تانية وهي ثورة الجياع، لأن أصعب من الناس المثقفين اللي هم الناس اللي مش لاقيين ياكلوا، دي هتبقى اصعب. حضرتك البورصه خسرت 20 مليار جنيه يوم الخميس، او بعد الاعلان الدستوري اللي عمله محمد مرسي. تمام. وهو رايح يشحت نص المبلغ ده من بره. يعني انت خربت الاقتصاد ب 20 مليار جنيه بيوم وليله. هذا الرجل يعمل ضد مصر وضد مصلحة المصريين وضد الشعب المصري، والمشكلة انه بيعمل ضد الغلبان اللي مش لاقي ياكل. يعني
يعني النهارده الناس دي اللي بتتكلم على انها لسه ما حكمتش، هو حد ما نحكم ان هم يحكموا؟ هم اللي بيخترقوا كل يوم مصيبه وبيخترقوا كل يوم مشكله تقسم شعب مصر وتمنع الاستقرار عن مصر. يعني البلد ما تتحقش تهنا ويروح خارج علينا بفرمان زي فرمان من الباب العالي. لا ما فيش ذكاء سياسي خالص بصراحه. لا لا هو لا انا هقول لكم بقى حاجه يمكن تستعجبوا عليها وما اعرفش اذا كنت سمعتيها ولا لا. القرار الاولاني بتاع اقاله مجلس العسكري صدر امتى؟ صدر عشيه ليله القدر، او صدر ليله القدر. طيب والناس في ناس بتقول لك انه صدر لانها كانت سافرت فيه هيلاري كلينتون واديت له الضوء الاخضر انه يعمل كده. لا ليه بقى؟ لان الصادف برضه ان الصدفه انا معرفش هي الست هيلاري بتيجي تزوره في الايام المباركه، لان البيان بتاع يوم الاعلان الدستوري بتاع يوم الخميس صدر بايه؟ يوم عاشوراء. وفي تلك اليومين هذين اليومين المباركين عندما يتخذ الاخوانجي قرار يكون قرارا يعني مباركا من الله. وللعلم يعني ان هذا القرار او القرار اللي قبله يعني لما بيقول لك ان الواحد يصحى يصلي الفجر علشان رزقه يجي له، الحكايه دي انا سمعتها من السلفيين. يقول لك الملاك بيعدي على الدوائف، الدوائف بيدعي ربه في الفجر، الملاك بيحط له رزقه في ايده. وكل انسان بيجي له رزقه، ولكن الانسان اللي نايم رزقه بيقع من ايده. يحطه له الملاك في ايده ويقع. ادي تيمور سفندي اللي انت بتقولي لي بيفكر في ايه؟ يعني انا مش عايز اقول لك هو يعني في بالذمة حد يتصرف التصرفات دي يكون بيعرف يفكر اساسا؟ هو انا ما بعيبش عليه لوحده يا شريف، يعني انا بعيب عليه وعلى مستشاريه اللي المفروض حواليه يعني كتير قوي، احنا ما شفناش رئيس حواليه كل المستشارين دول وكلهم ناس قمم، يعني ما هو يعني على الاقل اللي احنا نعرفهم يعني من الناس الليبرال العاديين. مع كلهم طب زي ما الدكتور طارق قال لك ان ما فيش ولا واحد منهم كان يعلم بهذا الاعلان الدستوري الا زينا زيهم من التلفزيون. تمام ده حقيقي، ما دول الناس اللي هم مش من الاخوان. هناخد مداخله الاول ونكمل كلامنا. شريف الاستاذ المصري مساء الخير. مساء الخير، اهلا يا فندم فيك، اتفضل. على الهوا؟ يا فندم حضرتك على الهوا اتفضل. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. القناه جميله جدا، وانا عملت مداخله من حوالي سنه، كانت لسه القناه جديده مع الاستاذ شريف. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك، اتفضل يا فندم. بدون مبادئ يعيش المرء في الفوضى والظلام. الاخوان المسلمين دول ما عندهمش اي مبادئ ولا اي قيم ولا اي اخلاق. وانا قلتها في كذا قناه ان سنه 65 الاخوان المسلمين قاموا بضرب عمال السد العالي بتفجير غازات سامه أدت إلى مقتل العشرات من عمال السد العالي. يا ريت الناس اللي هي كانت شغالة في السد سنة 65 تطلع وتعمل مداخلات على أثر هذا الفعل. قام جمال عبد الناصر باعتقال جميع الإخوان المسلمين، منهم أبو سعد الكتاتني اللي هو كان فاتح مكتبة في إنا. وانا شفت يعني صاحبت جثه من اسوان للاقصر ماتت في هذا الفعل، لانه كان لي يعني كان صديق وتربطني به علاقه كبيره. وشفت في شهر 11 نوفمبر 65 لما كان القطر جايبه عبد الناصر من اسوان لغايه القاهره محطه محطه، كان بيقبضوا على الاخوان المسلمين. دي حاجه من ضمن الخيانات بتاعتهم.
لما انكسر الجيش بتاعنا سنة 67 كانوا فرحانين وبيهللوا. اتفضل استاذ مصري اتفضل اسمعني يا ريت التليفون بعد اذنك. ما يبقاش التلفزيون بيهللهم عشان الجيش المصري انكسر في 67. دلوقتي تولوا الحكم وعايزين يستأثروا بالحكم وفرض ارادتهم على الشعب المصري، وخاصه اللي اسمه البلتاجي ده، الراجل اللي انا ما بطيقش اشوف صورته على القناه، بيتهم واحد في السجن اللي هو اخنوخ. انا ما اعرفش اخنوخ ولا عمري التقيت بيه ولا شفته، بيتجنوا على الناس ليه؟ يا انا بطالب الشعب المصري انه كلهم يبقوا ايد واحده، ليبراليين ناصريين وفديين، كل الشعب المصري يحط ايد واحده، وخاصه عمال حلوان والمصانع اللي في الايوبيه والمحله واسكندريه، وكل الشعب المصري يقف وربنا موجود، وان شاء الله منهزمين منهزمين يا اخوان ويا خونه، انتم خونه مش اخوان، وربنا موجود ويحيى الشعب المصري وتحيا مصر، ومسلمين ومسيحيين ايد واحده، وربنا يساعدكم وربنا يعينكم وسلام ليكم، وبرنامج جميل وربنا يوفقكم. شكرا ليك وسلام. الف شكر. معنا الاستاذ رضا، مساء الخير من مصر، اهلا بيك. مساء النور يا فندم. اهلا بيك محافظه السويس. نعم اهلا بحضرتك يا فندم. محافظه السويس يا فندم. من محافظه السويس، اهلا بيك وطمنونا عليك، وايه الاخبار عندكم؟ لا حضرتك لسه لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه. تمام، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. اول حاجه انا بس انا يعني اتمنى ان يكون في اي مسؤول بيسمعني. تمام، هي مصر دي مش عزه يا فندم، ومصر مش ملك شخص، ده مصر ملك المصريين. تمام، حضرتك انت حضرتك كل اللي يطلع يقول قول الاخوان المسلمين، لا قصدي حضرتك تقول الاخوان الفاسدين. ده اولا، يعني اولا قالوا مشروع نهضه، فين حضرتك النهضه؟ وبعدين هو بيحسن قرارات، بيحسن قرارات عليه عشان يحتلوا البلد كلها. لا حضرتك، هو قدامه 72 ساعة، لو مرسي ما مشيش الله أعلم حضرتك إيه اللي هيحصل معاه. إحنا زي ما قدرنا نمشي حسني مبارك نقدر نمشي أي حد. أستاذ رضا، مين اللي حط 72 ساعة دي؟ إحنا معلش إحنا أول مرة نسمعها دلوقتي معاك. حضرتك الشعب السويسي هو اللي بيقول كده. تمام؟ لو هو ما مشيش إحنا مش هنسكت. هو طبعا معروف شعب السويس كان ليه يد قويه جدا في ثوره اي حضرتك تمام، في الثوره الاولى. تمام تمام، بس احنا مش عشان نمشي حسني مبارك يجي لنا واحد اسوء منه. مين مرسي ده اصلا؟ ده حسني مبارك ما عملش اللي هو بيعمله ده. يعني احنا اللي ماتوا السنه اللي فاتت يا فندم ما جبناش حقهم، وجاي يقول اصل انا بحسن القرارات عشان اجيب حق الشهداء واعمل لكم مش عارف ايه. هو بيضحك على مين يا فندم؟ هو حضرتك بيضحك على مين؟ لا هو الشعب المصري شعب واعي. نعم شعب مصري، شعب مصري شعب واعي وفاهم كويس قوي ايه اللي بيحصل دلوقتي. حضرتك احتل، هو احتل منصب، خد كرسي، تمام، فبيكمل بقيه الكراسي بقى يا فندم. مفكرها هو سفره، هو مفكرها سفره، خد كرسي ففاضل بقيه بقى الكراسي. لا ده مستحيل يا فندم. طيب استاذ رضا، اتمنى ان يكون اي مسؤول. لا حضرتك بتقول ان ان انتم مدين له مهله 72 ساعه، هل الرساله بتاعتكم دي وصلت له ولا بس هي يعني ما بينكم بس؟ هي حضرتك هي وصلت للشرطه. تمام، هي لغايه دلوقتي الشرطه ما اتدخلتش في، يعني ما اتدخلتش في اي شيء من الاشياء عندنا في السويس غير السنه اللي فاتت. يعني هي وصلت للشرطه. طيب انا هستغل وجودك معايا يا استاذ رضا، هستغل وجودك معايا وهسالك سؤال يا ريتك تجاوبني عليه بمنتهى الصراحه. يعني الشرطه عندكم، الشرطه عندكم في السويس شايف انها معاكم ولا مع الاخوان المسلمين؟ لا هي مش معانا ولا معاهم، هي مع خاصه سلامتهم هم. شكرا ليك، شكرا ليك. الله انا سالتك تقولي. شكرا ليك يا رضا، الف شكر. انا بس حبيت اطمن الناس يا شريف، الناس عندها تخوف. الناس انتوا يا جماعه لازم تثقوا في الجيش والبوليس. الجيش بتاعنا احسن جيش، والبوليس بتاعنا من احسن الناس، اولادنا المصريين. اذا كان في قله، اذا كان في قله من الناس دي موجوده، ايوه،
ولكن احنا ما نقدرش ان احنا نحاسبهم على اي شيء الا لما يقوموا باي عمل مخالف للقانون. يعني انا ما اقدرش ان انا ادهن انسان ان هو اخوانجي وبالتالي يبقى انسان وحش الا اذا قام بعمل ضد القانون. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني هي بصراحة مكالمة الأستاذ رضا جت في وقتها جدا. طبعا موضوع المهلة ده احنا لسه خبر عارفينه دلوقتي، مش عارفين ممكن يكون صداء ايه في السويس وهيكون بعده طبعا، لان احنا عارفين السويس كانت الشرارة الاولى في ثورة 25 يناير، وكانت من يعني كانت من المحافظات اللي كان ليها تأثير قوي جدا جدا في الثورة. دكتور طارق، لو تقدر يعني ناخد من حضرتك تعليق سريع قبل ما نختم حلقتنا، اتفضل يا فندم. شيرين، اتفضل يا فندم. زي ما قلنا برضو الاخوان انكشفوا خلاص، ودي اخر نهايه، دي نهايه حكمهم خلاص. يعني المصريين فاقوا تاني والشعب قام، وبس ربنا يعديه على خير وما يبقاش في حرب اهليه، ويتعظوا يعرفوا ان المصريين كلهم مش عايزينهم ببساطه كده، ومش عايزين حكمهم، وتبدا بقى الديمقراطيه السليمه. ويا ريت الدول الاوروبيه وامريكا تساعد المصريين في الموضوع ده، يعني يدوم يعني يقفوا معاهم ويقولوا لمرسي ارحل زي ما قالوا لحسن مبارك ارحل. شكرا ليك يا دكتور. شكرا، الف شكر لحضرتك. شريف، لو تعليق اخير قبل ما نختم حلقتنا، اتفضل. تعليق الاخير اللي بقول لكل المصريين، يا يعني يا اخواتي، ما تخافوش. حاله الولاده بيسبقها دايما مخاض ودايما ادم، وبعد كده بينزل الطفل يملى الدنيا فرح وحتى هو بيصرخ، ولكن لازم فتره الالم دي. مصر بتعدي بمخاض اليم جدا، والم ان شاء الله هتتولد منه مصر الجديده، مصر العظيمه ترجع زي ما كانت. وانا برجع اقول تاني، الاخوان المسلمين السلفيين على الرغم انهم بيقدروا الشر لكل المصريين المختلفين معاهم في الراي ومختلفين معاهم في العقيده، ولكن انا بقول ان في الدوله المدنيه وفي الدوله المتحضره لهم مكان طالما التزموا بالقانون والتزموا بحرياتهم الشخصيه ولا يتعدوا على الاخرين. شكرا ليك يا شريف، الف شكر. بشكرك وبشكر دكتور طارق على مشاركتكم الحلقه لينا النهارده. انا بشكرك. اتفضل. انا اللي بشكرك على تعبك فعلا يعني تغطيه رائعه ليكم يا جماعه، وربنا يعني يخليكم كده دايما عشتم سخرا لمصر. شكرا ليك دكتور شريف، الف شكر. اعزائي المشاهدين، في ختام حلقتنا سمعنا مداخلات حضراتكم، حتى اللي ما دخلوش معانا الحلقه النهارده وكان ليهم تعليقات على الاحداث اللي موجوده، بيجيلنا تليفونات وكل الناس بتتكلم على ان الانتفاضه اللي بتحصل دلوقتي في شعب مصر والفوقان اللي حصل في وسط الشعب اللي مش ممكن هيسكت على ان ثورته تتسرق منه، احنا مكملين. القناه معاكم مكمله وهتعرض لكم كل حاجه بتحصل في مصر، ومش بنخبي عليكم اي حاجه، وما بنحولش لا نهول ولا نتفه من الامور والاحداث اللي موجوده. عدساتنا موجوده في كل حته في مصر، وبتنقل لكم الحدث اول باول. مراسلنا هناك بنطلب بس من ربنا انه يحافظ عليهم، لان هم يعني بيصوروا في ظروف صعبه جدا جدا. الثوره ما زالت مستمره، وهو ده الشعب المصري، الشعب المصري اللي مش هيضحك عليه تاني. وبنقول من هنا وبنقول لكل الناس، من فضلكم من فضلكم، اذا كنت بعت صوتك المرة اللي فاتت فصوتك غالي قوي المرة دي، واديك شفت ان اللي باع صوته عمل ايه في بلاده، وكان راح ضحيتها دم شباب ابرياء.
الشعب المصري واعي جدا جدا وعارف فين الصح وفين الغلط. هنكمل مع بعض المشوار، والقناة معاكم وفتح الهوى للناس كلها اللي حابب يدخل ويقول رأيه في أي حاجة تخص المواضيع دي، احنا بنرحب بيكم. بنشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لينا النهاردة، اليوم كان طويل جدا، وعلى الاستاف اللي كان موجود، وهنكمل المشوار معاكم. وتحيا مصر، تصبحوا على خير.